اترك كل شيء واتبعني وانا اكون لك نصيبا. اترك كل شيء واتبعني وانا اكون لك نصيبا. اترك كل شيء، تعطى كل شيء، واحمل الصليب تعال، تجد الراحة والهدوء، لن يخيب ظنك تعال. اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. حيثما أقمت أقيم أنا، لن يغيب وجهي تعال. إني اخترتك لي عونا، العلا يدعوك تعال. اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. نظرت في عينيك وأحببتك، عرفت ما في قلبك تعال. أرضك العطش للحب والسلام، تصرخ إليك تعال. أترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. اترك كل شيء واتبعني وانا اكون لك نصيبا. ايها الاخوه والاخوات الاحباء، مساء الخير واحد مبارك لكم جميعا. انتم الحاضرون معنا في كنيسه قلب يسوع الاقدس، وكذلك المشاهدين عبر فضائية نورسات وموقع أبونا وموقع رعية قلب يسوع. باسمكم جميعا نرحب في هذا المساء بسيادة المطران جمال دعيبس الموقر. وهو يحتفل معنا بالأحد 21 من زمن السنة العادية. نصلي معك سيدنا المطران ومن أجلك في هذا المساء، من أجل أبرشيتنا العزيزة بطريركية اللاتينية، من أجل أيضا طلاب وطالبات التوجيه الذين نجحوا بامتياز، خاصة من مدارس البطريركية ومن رعايان الحبيبة. ألف مبروك وإلى مزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله. بسم الله الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. في بداية هذا القداس لنضع أنفسنا بين يدي الله، طالبين رحمته لنا جميعا ومعربين عن ندامتنا على جميع خطايانا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء وإليكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا،
لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدامة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا وليبلغنا إلى الحياة الأبدية. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام للناس الذين بهم مسرح نسبح نبارك نسجد لك نشكرك من أجل عظيم مجدك أيها الرب الإله الملك الصالح الإله الآب القادر على كل شيء أيها الرب الوحيد يسوع المسيح أيها الرب الإله يا حمد الله رب الآب يا حامل خطايا العالم ارحمنا يا حامل خطايا العالم اقبل تضرعنا أيها الجالس مع اليمين الآب ارحمنا لأنك أنت وحدك القدوس أنت وحدك الرب أنت وحدك العلي يا يسوع المسيح مع الروح القدس في مجد الله الآب آمين. لنصلي. اللهم الذي تشد قلوب المؤمنين إلى إرادة واحدة أنعم علينا بأن نحب وصاياك وننتظر بشوق ما وعدتنا إياه، فنتخطى تقلبات هذا الدهر ونصبو إلى حيث الأفراح الحقيقية ربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. قراءة من سفر أشعيا النبي. هكذا يقول الرب: إني عالم بأعمالهم وأفكارهم، قد حان أن أحشر جميع الأمم والألسنة فيأتون ويرون مجدي، وأجعل بينهم آية وأبعث الناجين منهم إلى الأمم وإلى ترشيش وفولة ولود النازعين في قسي وتوبلا وياوانا والجزائر البعيدة الذين لم يسمعوا بسمعتي ولم يروا مجدي، فينادون بمجدي بين الأمم ويأتون بجميع إخوتكم من جميع الأمم تقدمة للرب على الخيل والعجلات والهوادج والبغال والهجان إلى جبل قدس أورشليم، قال الرب، كما يأتي بنو إسرائيل بالتقدمة
في إناء طاهر إلى بيت الرب، ومنهم أيضا أتخذ كهنة ولاويين، قال الرب. كلام الرب. سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي. سبحوا الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا جميع الشعوب. سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي. إن رأفته بنا قد عظمت، وصدق الرب يدوم إلى الأبد. سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي. القراءة الثانية، قراءة من الرسالة إلى العبرانيين. أيها الإخوة، قد نسيتم تلك العظة التي نخاطبكم كما تخاطب بنيها، فتقول: يا بني لا تحتقر تأديب الرب، ولا تضعف نفسك إذا وبخك، فإن الرب يؤدب من يحبه ويجلد كل ابن يرتضيه، فمن أجل التأديب تتألمون، وإن الله يعاملكم معاملة البنين. وأي ابن لا يؤدبه أبوه، إن كل تأديب لا يبدو في وقته باعثاً على الفرح بل على الغم، غير أنه يعود بعد ذلك على الذين روضهم بثمر البر وما فيه من سلام. فأقيموا أيديكم المسترخية وركبكم الملتوية، واجعلوا سبلا قويمة لخطاكم، فلا ينحرف الأعرج بل يبرأ كلام الرب. هللويا 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 هللويا. يقول الرب: أنا الطريق والحق والحياة، لا يمضي أحد إلى الآب إلا بي. هللويا هللو هللويا 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 هللو هللويا هللويا هللويا. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيل الباشي. المجد لك يا رب، المجد لك.
في ذلك الزمان كان يسوع يمر بالمدن والقرى فيعلم فيها وهو سائر إلى أورشليم. فقال له رجل: يا رب، هل الذين يخلصون قليلون؟ فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. أقول لكم إن كثيراً من الناس سيحاولون الدخول فلا يستطيعون. وإذا قام رب البيت وأقفل الباب فوقفتم في خارجه وأخذتم تقرعون الباب وتقولون: يا رب افتح لنا. فيجيبكم: لا أعرف من أين أنتم. حينئذ تقولون: لقد أكلنا وشربنا أمامك ولقد علمت في ساحاتنا. فيقول لكم: لا أعرف من أين أنتم، إليكم عني يا فاعلي السوء جميعا. فهناك البكاء وصريف الأسنان إذ ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله، وترون أنفسكم في خارجه مطرودين. وسوف يأتي الناس من المشرق والمغرب ومن الشمال والجنوب فيجلسون على المائدة في ملكوت الله. فهناك آخرون يصيرون أولين، وأولون يصيرون آخرين. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في بداية الإنجيل يقول لنا: كان يسوع يمر بالمدن والقرى فيعلم فيها. حلوة الصورة، يسوع يمر ويعلم الجميع، واليوم بمر في طلع العلي مشان يعلمنا من خلال كلمته. دائما في كل قداس نبتدئ بالقراءات من الكتاب المقدس، نتأمل فيها حتى تصبح هذه القراءات اللي هي كلام الله غذاء إلنا، غذاء بنحمله للأسبوع، بنفكر فيه وبنحاول إنه نعيشه. هذا هو معناه أن نكون مسيحيين، نتشبه بالمسيح وأن نتعلم من المسيح. اليوم في سؤال، ويسوع متعود على الأسئلة لأنه خلال حياة السيد المسيح كان في كثير أسئلة تدور ما بين اليهود، وكانوا يسألوا الحخام أو الفريسيين أو الكتبة المسؤولين اللي دارسين للكتاب المقدس، وكان في آراء مختلفة. متعودين على هاي الأسئلة يسألوها للمسيح، زي من هو قريبي، كان في آراء مختلفة. ما هي الأسباب الموجبة للطلاق عند اليهود؟ وكان دائما يسألوا: أنت شو رأيك؟ هل أنت من الفكر المتشدد ولا المنفتح إلى آخره؟ فسؤال اليوم: صحيح أنه عدد المخلصين قليلين، كانوا الرأي العام طبعاً مع اختلافات أنه الخلاص هو لليهود فقط وباقي الشعوب كلها للهلاك. كان في نظرات ضيقة أكثر، فقط من اليهود اللي بتبعوا الشريعة هذولا بينالوا الخلاص وفقط، والباقيين كلهم على جهنم. ضيق الأفق مش بس عند اليهود، مرات موجود عندنا. مرات احنا اللي بنؤمن بيسوع المسيح، احنا اللي بنال الخلاص، احنا المعمدين، احنا وبس، الباقيين مساكين، هالمليارات من البشر اللي بيعرفوش يسوع المسيح. شوف شو جواب السيد المسيح. اول شيء السؤال بدل على نوع من الفضوليه، قديش عددهم، قديش نسبه الناس اللي بيخلصوا. السيد المسيح ما بيجاوب على هذا السؤال، وكأنه بيقول للي سأله، للي بيسمعوه: مش شغلك، مش مهمتك تعرف قديش اللي بيخلصوا، لأنه الخلاص هو بيد الله فقط، ولكن اهتم أنت بخلاصك.
فدلهم مش على قديش عدد الناس اللي راحين يخلصوا، ولكن على ماذا يجب عليهم أن يعملوا حتى يخلصوا. فمشان هيك جوابه لهم: ادخل من الباب الضيق. الباب الواسع معنى واضح بالنسبة لنا، الحياة السهلة، نعمل اللي بدنا إياه ونستمتع، بينما اتباع المسيح وعيش الحياة المسيحية، وكلنا بنعرف هذا الحكي، هو زي اللي بيدخل من الباب الضيق، هو الحياة الأصعب مش الحياة السهلة. وهذه الخيارات اللي بنعملها في حياتنا، اللي مرات ما بيكون يعني مش طبيعتنا نعمل هيك، بس يسوع بيطلب منا. يعني لما وصية المحبة بدنا نعيشها على سبيل المثال، وصايا السيد المسيح كلنا بنعرفها، وصايا كثيرة، هي أن ندخل من الباب الضيق. الجملة الأولى من الإنجيل بيقولنا يسوع كان يمر في المدن والقرى ذاهباً إلى أورشليم. ومنعرف شو صار مع السيد المسيح في أورشليم. هذه هي الطريقة التي اختارها السيد المسيح، اختار طريق الصليب، طريق الجلجلة. يسوع ما بعطي تعليم وبعدين بيكمل طريقه، لا، تعليم أول واحد هو اللي بيعيشها. فالطريق، فالباب الضيق للسيد المسيح هو الصليب، هو تحمله لكل الآلام وكل العذاب. ولما يسوع المسيح بيقول لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه، هي نفس الكلمات اللي بطريقة ثانية بنسمعها اليوم في أن أدخلوا من الباب الضيق. الباب الضيق باب يقود إلى الحياة، هذا الباب يقود إلى الخلاص، هذا الباب يقود إلى الفرح والسلام. القراءة الثانية اللي سمعناها لما بيقول لما الله يؤدب الإنسان غير، لا يبدو ذلك في وقته باعثا على الفرح، في صعوبة، في شدة مرات في حياة الإنسان، غير أنه يعود بعد ذلك بثمر البر والسلام. هذه هي الطريق، طريق السيد المسيح، التي تقود إلى البر، تقود إلى السلام، تقود إلى الفرح، تقود إلى الخلاص. هذه هي تعليم السيد المسيح، أن ندخل من الباب الضيق، معناها أن نختار أن نتبع المسيح، وأن نعيش مع المسيح، وأن نحمل الصليب مع المسيح أيضا. وهون ينبه الناس المؤمنين السيد المسيح: أنتوا بتقولوا أنه أنتوا من المؤمنين، علمت في ساحاتنا، أكلت وشربت معنا، أنت كنت عايش في بلادنا، إحنا من الطائفة، إحنا معمدين باسمك، إحنا بنحمل اسمك كمسيحيين. والسيد المسيح بيقول: هذا لا يكفي، لأنه ناس من المشرق والمغرب والشمال والجنوب سيأتون ويجلسون على مائدة الملكوت، ملكوت الله. فلا يكفي أن ندعي أننا نحمل اسم المسيح، علينا أن نعيش بحسب هذا الاسم الذي يشرفنا جميعا. أن نحمل اسم المسيح كمسيحيين معناها أن نتشبه بالسيد المسيح، أن نختار الطريق الذي اختاره هو، هذا الطريق الذي يقود إلى الخلاص. وأختم بكلمة أذكركم بها قالها السيد المسيح نفسه: أنا الباب، من دخل مني يدخل إلى الحظيرة. الباب هو المسيح، فلنعش مع المسيح، ولنعش إيماننا حاملين صليبنا، لندخل من الباب الضيق الذي يقودنا إلى الحياة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، الذي أُمر قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوٍ للآب في جوهر،
الذي به كان كل شيء، الذي نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث في الكتب وصعد السماء وجلس عن يمين الأب، وأيضا سيأتي بمجد يدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونرجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أيها الإخوة الأحباء، دعونا نصلي الآن من أجل أن يرينا المسيح بابه الضيق وأن يجعله لنا على ضيقه أوسع الأبواب إليه. من أجل كنيسة الله المقدسة معلمة الحق وهادية السبيل، لكي تكون للناس من كل أمة تحت السماء الباب الآمن الذي منه يدخلون إلى المسيح إلى الرب نطلب. من أجل أن يعلم المؤمنون أن الألم الذي يتحملون من أجل المسيح هو بابهم الضيق الذي منه يدخلون إلى المسيح ولا يدخلون إليه من باب سواه، إلى الرب نطلب. من أجل أن نطرح عند باب المسيح ما يحول دون دخولنا من أهواء أنفسنا ومن متاع دنيانا، إلى الرب نطلب. من أجل جمهور المصلين اليوم في كنيستنا لكي يطلبوا الدخول إلى المسيح من بابه الضيق ويكتشفوا بالحب أنه أوسع الأبواب إليه، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن تتكرم السيدة العذراء وهي كبيرة الداخلين إلى الملكوت من بابه الضيق وتعلمنا أن نكون على المدى بحجم أبواب المسيح زهدا وحرمانا، إلى الرب نطلب. أيها الرب يسوع المسيح، يا صاحب الباب الذي لا يدخله أحد بمال أو متاع أو هوى، نسألك فآتنا أن نخلع عند بابك الضيق أهواءنا وأثقالنا، واجعلنا بحقك على حبك من الأولين، أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين.
جديدة. فنشرب نحن العطاش ونشبع نحن الجياع. فنتحد بك وتتحد بنا ونصبح خليقة جديدة موسومين بوسمك الإله. صلى الإخوة إلى الله الأب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ومنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسرها. اللهم اقتنيت لك بذبيحة المسيح هذه الواحدة جمهورا لا عد له من الأبناء، فأعطنا أن نحيا في حضن الكنيسة المقدسة ونحن نتمتع بهبات الوحدة والسلام بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومعك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان. أيها الرب الأب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا، إنه بولادته جدد البشرية وبآلامه كفر عنا خطايانا وبقيامته مهد لنا سبيل الخلود، وبصعوده إليك أيها الأب فتح لنا أبواب السماوات. لذلك إننا مع جمهور الملائكة والقديسين نسبح على الدوام بنشيد المجد قائلين: قدوس 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 الرب الإله الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك، هوشعنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي. حقا إنك لقدوس أيها الأب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا الخبز
وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الأب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، بلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا وأسقفنا الحاضر معنا جمال وجمع الأساقفة وسائر الكليروس. اذكر يا رب عبيدك الراقدين غالب موسى مقطش، مريم حبيب مقطش، الويزة وقسطة الشوملي، حنة وبسكال، والياس بسكال الشوملي، ثيودور الشوملي، هيفاء الحوراني في الذكرى السنوية الثانية لوفاتها، والمرحومين كمال سويدان، إدمون سويدان، هاني الحصري، نائلة الأطوال جميلة أبو علي، جيهان حداد زين وعمار حداد، جوزفين لطفي، الأب إبراهيم حجازين، إبراهيم حداد، والمرحوم لويس سلمان الذي توفي قبل يومين، ونعزي أهله الحاضرين معنا. الراحة الأبدية أعطهم يا رب، فليستريحوا بسلام، آمين. إياك نسأل أيضا أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول أم الله وأمنا، ومع القديس يوسف خطيبها العفيف، والرسل الأطهار وجمع القديسين والشهداء الذين أرضوك جيلا بعد جيل. نذكر الذين توفوا في كنيسة أيضا مصر قبل أيام قليلة، فنسبحك ونمجدك الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح، آمين. نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدوس، آمين، كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور، آمين. إننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعليمه الإلهي نجزر ونقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافا يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف ومنح السلام في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطية لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح، لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأوله الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. بمحبة لنتبادل سلام المسيح. السلام لكم، سلام المسيح، السلام لكم، سلام روحي.
السلام لكم سلام روحي. هو ذا حمل الله هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل، هلموا تعالوا إلى عشاء الله العظيم. دعونا إلى وليمة الحمل. لا تعملوا للقوت الفاني، بل اعملوا للقوت الباقي في الحياة الأبدية. هذا الخبز دائما
دائما أبدا. من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية. سيدي أعطنا من هذا الخبز دائما
مناولة مباركة إن شاء الله عليكم جميعا، وباسمكم جميعا نشكر سيادة المطران جمال دعيبس على هذا القداس، ونبارك لجميع الذين ارتبطوا بعهد الزواج المقدس في الأسابيع الماضية أو سيرتبطون أيضا في الأسابيع المقبلة، سواء كان في هذه الرعية أو في رعيانا الحبيبة. الحمد لله كان هنالك عدد من الأكاليل التي حضرت جيدا واتبع كل الخطاب تقريبا، اتبعوا الدورات التي تقيمها النيابة البطريركية للتحضير للزواج، ولذلك نأمل بالفعل دائما ممن يريدون الارتباط بعهد الزواج أن يخبروا بفترة طويلة حتى يتسنى لنا تنظيم بالفعل مثل هذه الدورات التحضيرية الهامة لجميع المقبلين على الزواج. باسمكم جميعا نهنئ جميع الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام، سواء كان من رعيتنا أو من الرعاية الأخرى، وبالأخص مدارس البطريركية اللاتينية التي تميزت هذا العام بأن الثاني على المملكة كان من مدرسة اللاتين الحصن، فألف مبروك لجميع الناجحين. عندنا إحنا في الرعية عيلة السيد عماد بدر 4 ما شاء الله عليهم توجيهي وتفوقوا، مبروك لباولا اللي بتخدم معنا أيضا بالكنيسة، كلهم متفوقين ما شاء الله، ألف مبروك للجميع، تحية لهم. يعطيكم الصحة والعافية. الآن سيدنا المطران بيعطينا البركة الختامية. لنصلي. أفض علينا يا رب ملء مراحمك الشافية، ارأف بنا وشدد عزائمنا كي نرضيك في كل عمل من أعمالنا، بالمسيح ربنا. آمين. يبارككم الرب ويحفظكم. آمين. ليضئ الرب وجهه عليكم ويرحمكم. آمين. ليرفع الرب وجهه نحوكم ويمنحكم السلام. آمين. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام وفرح المسيح. الشكر لله. حيتي ملكة السماء يا I'm